أهلا بكم في وصل صوتك. 26 سبتمبر هي ثورة النصر والحرية والكرامة والإباء. سامي التركي، الشاعر سامي التركي، أنتج فيديو عن هذه الثورة العظيمة الملهمة. يا كاتب التاريخ لا تتعذر، انسج لنا الأحداث وانصع صورة. جا اليوم ذي فيها اليماني يفخر، يوم أصبحت فيها العدا مدحورة. خلى اليمن بالنصر كله كبر، وسن قانونه مع دستوره. تعيش يا مجد اليمن سبتمبر، شكلت ضجة هزت المعمورة. جمهورية والشعب كله جمهر، تحيا اليمن والحرية والثورة. طويت صفحات النظام الأكبر، ذي طالع رجونه مع ديجوره. هبت عواصف من عواصف صرصر، والبحر حرك موجها المسجورة. رياح تشتت النظام الأخصر، أعجاز نخلا فالخلا مقبورة. يوم الزبيري والثلايا زمجر، وصرخة السلال في جمهوره. من بعد ما هب الشجاع الأشهر، المندعي والقرد عيسى دوره. وبندقه ذي ثورت والمعبر، وتغير التاريخ من منظوره. أسطورة القرن العظيم الأكبر، طلقة علي بن ناصر الأسطورة. أتحول التاريخ معبر فجر، راس الإمام وانهار دكتاتوره. أشعل غضب شعب اليمن وتقمر، من يومها شعبي خرج عن طوره. حشد وشمر وانتفض واستنفر، فزعة يماني فزعته مشكورة. واجه صواريخ الإمام بالموزر، قضت على أحلامها المسطورة. ثمان دامت معركة كالروفر، والنصر حالف شعبنا مقدورة. بأهداف ستة انطلق من منبر، وأعلن الجمهورية مظفورة. عهد الإمامة انتهى وتبخر، داسوا عليها أجدادي المنصورة. واليوم تاريخ الإباء يتكرر، وبندقك يا قردعي مذخورة. وعاد سبتمبر بقوة يظهر، وأهداف سبتمبر هي المشهورة. والجيش عاده غرب بدأ يتحضر، والجند في درب النقا معذورة. بالطائرة والراجمة والهوزر، خشم العيارة تلاه به مسعورة. عاد الليالي حامله يوم أغبر، عاد الملاحم بالحمم مشبورة. عاد القبائل بالكفن تتمشكر، ثأر العرب ما ثأرها مهدور.